السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. جزاكم الله كل خير على ما تبذلونه من مجهودات لتنوير الأمة، وجزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله القبول. بارك الله فيك سيدي الكريم. أود قبل كل شيء أن ألفت نظركم إلى أني أستاذ بالتعليم الثانوي. الآن لدي طلبة أصبحوا نوابا في البرلمان وقضاة ومحامين وصحفيين. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، ولكن في وتقريبا التهمت آلاف الكتب، ولكنني حرمت من منهج أهل البيت سواء في المعاهد أو في الجامعات، ودرسونا كل شيء تقريبا، كل شيء، الماركسية واللينينية والفلسفة القديمة والوسطى والمعاصرة وكانت وهيجل وديكارت، كل شيء تقريبا. تاريخ الفكر الإنساني قالوا لنا أننا علمناكم إياه ولم نترك شيئا، ولكن لم يعرضوا علينا منهج أهل البيت، حرمونا منه. لما جاءت القنوات الفضائية اكتشفنا عالما جديدا، عالما غريبا. كل التناقضات كانت لدي تساؤلات حول مسائل عديدة في كتبنا لم أجد لها أجوبة، وكنت أطرح على مشائخي عديد الأسئلة وكانوا لا يجيبون، أو كانوا يجيبون بإجابات لا تقنع إطلاقا. الحمد لله الذي هدانا جهدكم. كنت في البداية لما أشاهدكم أجد شيئا من الحدة، كنت أقول أيضا كالبكريين ثم كالبكريين أن هذا المنهج فيه من الحدية كما تقولون أنتم، والشيء الذي لا يفي بالغرض. ولكن والحمد لله تجاوزنا البكرية وتجاوزنا البكرية. الحمد لله رب العالمين. شيخ الحبيب، أنا طبعت الكتب غير متوفرة بتونس، ولكنني طبعت كتاب الفاحشة أجزاء في الواقع، ليس كل كتاب، والآن أنا أحاول أن أعيد ترميم. لدي سؤال أستاذ قبل أن أعلن التشريع لو سمحت. تفضل أخانا الكريم. هل صادف أن وجدتم ظاهرة التغيير في الكتب، في أمهات الكتب عند القوم من طبعة إلى أخرى، وأنتم المنقبون في الكتب؟ نعم هذا موجود صحيح. نعم، كان بودي أن تجعلوا سلسلة حلقات تبين فيها كيف يتلاعبون بتراثهم هم. ما رأيك أستاذ هذا المقترح؟ نعم إنه مقترح جيد، والحقيقة إنه على جدول الأعمال كذلك، ادعو لنا أن نوفق له إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. الحقيقة أن كلماتك الطيبة كان لها أثر وتنم عن وعي وعن فهم وعن علم وإدراك، فهنيئا لك ما حفاك الله به. البارحة أستاذ سألت شيخا في المسجد الذي أقام بنا صلاة المغرب، قلت له أستحلفك بمحمد وآل محمد صلاة الله، هل لدينا في المأثور أن الرسول أو الصحابة صلى الصلاة الواجبة بجزء من السورة؟ بماذا أجل؟ قال أعتقد أنه لم يحدث. قلت لماذا تصلي بجزء السورة إذا، ولا تصلي بالسورة كاملة؟ أحسنت، فبهت صحيح صحيح، أحسنت وأجدت.
هكذا يكون المؤمن. إذا ألعن أنا ألعن هؤلاء كلهم الذين غرروا بنا وغرروا بالأمة وعلى رأسهم العجول الكبار. أحسنت، تقبل الله. من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، وأتبرأ منهم. تقبل الله منك. نسأل الله تعالى أن كثير من أمثالك ممن لهم هذا الوعي وهذا الإيمان، ونسأل الله تعالى أن يجعلك من الذابين عن دينه وعن نبيه وعن أوليائه عليهم السلام، وأن يجعل على يديك خيرا كثيرا في هداية الناس وتبصيرهم بالحق إن شاء الله. فعلى بركة الله تعالى قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشيء، ومبرأ من كل عيب وشيء، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن علي أمير المؤمنين ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل وسلم على محمد وآله الأطهار. هنيئا لك أخانا الكريم، رزقك الله الجنة مع محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، وسقاك من حوض الكوثر إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله بارك. أبلغ لك سلام العائلة عليهم وعليكم السلام، والتحية ولكم الإكرام من الله العلام. بارك الله بك.